إن النظام الأول لم يكن له ما لا نظام من الحاكم من حلفائه. إحنا محاطين بدول خليجية، آخر ما تريد أن ترى هو شعب ينتصر. يريدون أن يتولوا رقاب هؤلاء الشعوب الخليجية وثرواتها إلى الأبد. يحكم الواحد، يولد الواحد منهم ويعتبر نفسه ملك إلى اللحظة التي يموت فيها. لا قيمة لهؤلاء البشر إلا كعبيد هذه السلطة. إذا فكر أحد منهم أن يشب على الطوف ويثور على هؤلاء الحكام، يعيش منبوذ ومطارد، يحارب في رزقه وفي حياته، وأما ينتهي به الحال في المعتقلات أو في المنافع. بالإضافة طبعا إلى كما تعرفون البحرين تحتضن الأسطول الأمريكي الخاص، ونحن بنستلهم منكم الصمود والإصرار، وبالتالي نتوقع منكم أن تقفوا مع شعب البحرين، أن لا تشيحوا بوجوهكم بعيدا عن هذه المعاناة اليومية التي نعاني منها. قفوا معنا ولو بكلمة، ببيان، بموقف، بمقال. لا تبخلوا علينا، لأن كل ما تفعلون تقدمون لهذا الشعب مننا الكثير. أي وسيلة إعلامية يمكنكم أن تختبروها في محتوى الثورة البحرينية لتعرفوا مدى تغلغل النفوذ السعودي أو النفوذ الخليجي أو النفوذ العالمي في هذه هذا الموضوع. من يتعامل بحرفية مع هذه الثورة يتعامل بحرفية مع مواضيع في الأغلب. كان لزاما علينا أن نلجأ إلى خيارات أخرى، ومنها مجتمع التدوين. مجتمع التدوين استطاع أن يبقي الصوت البحريني حاضرا. نحن 570 ألف مواطن، بعض التقديرات تقول أننا وصلنا إلى 600 ألف مواطن بحريني. ولكن حينما تعود إلى تويتر وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعي، تجد أن هاشتاج البحرين باللغة العربية واللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي كان هو الأعلى استخداما في الدول العربية. لماذا؟ لأن هناك شعب يستصرخ، لأن هناك شعب يقول أننا في البحرين نريد أن نسمع العالم صوتنا، ونجحنا في الواقع أن نسمع صوتنا لهذا العالم من خلال الوسائل المتاحة وهي المجتمع التدوين. لذلك ولأن السلطة في البحرين تريد قمع هذه الثورة وقمع ارتداداتها وقمع صوتها، حاولت أن تقمع المجتمع التدويني. لذلك نحن نقول أن المجتمع التدويني في البحرين قاوم وما زال يقاوم التلاشي، لأنه 570 ألف كبار على الأقل في السعودية الملايين. هذه معلومات عامة عن البحرين، أعتقد أنها يمكن لكم الحصول عليها، لكن هذه معلومات أكثر عن استخدام الإنترنت في البحرين. تصور أن معدل استخدام في الإنترنت في البحرين أو الاتصال بشبكة المعلومات يصل إلى حدود 210% حسب دراسة أجريت في عام 2009، وأن عدد الملونات قياسا بحجم البحرين كبير وضخم جدا. في العام 2005 جرى اعتقال الملونين، وأهمهم وأبرزهم الملون علي عبد الإمام سجن مرة أخرى في العام 2010، ثم في العام في مارس العام 2011 جرى إعادة يعني محاولة إعادة اعتقاله، ما أدى إلى اختفائه تماما. لا يعلم أحد من الآن أين علي عبد الإمام بعد أكثر من 247 يوم في يوم الأحد من اختفائه عن أولاده، اختفائه عن أهله، واختفائه عن أصدقائه. المدون علي عبد الإمام كان يسمع على موقع بحرين أونلاين، وقد اعتقلت معه في هذه الدول في العام 2005. الكثير يقول لن تتعرض في البحرين لما تعرضت له مصر وغيرها من البلدان الربيع العربي من قطع الإنترنت. أنا شخصيا انتقلت إلى مصر في حوالي 29 يناير 2011 لأنني أنتمي إلى منظمة اسمها العرب ديكي، وأيضا أنتمي إلى مجتمع التدويني العربي الذي كان صديقي وائل عباس سفيه أمامكم هنا في هذا المكان لكي يتكلم عن الإنترنت في خدمة حرية التعبير. كان لزاما علي وأنا أنتمي إلى هذا الربيع العربي وأستشعر حاجة التغيير أن أحاول إعادة ربطهم ووسط منظمات المجتمع المدني في القاهرة، وخصوصا منظمات حقوق الإنسان بالإنترنت. لذلك وتحت هذه الصفات انتقلت الى هناك بعد ان كنت مطمئنا تماما ان لدى الشباب في البحرين وسائل الاتصال بالانترنت تغنيهم عن كل الشبكات الموجوده في البحرين. وبالمناسبه
كل الأجهزة التي نفتها هي الظاهرة نفتها من السعودية، وهذه معلومة. لذلك تجدون أنه بمجرد محاولة إقفال خطوط الإنترنت في شهر فبراير، بداية فبراير، بداية اليوم 14 من فبراير، بدأ أن يكون الإنترنت وهو الوسيلة الوحيدة صاعداً واستخدامه في صعود لاحقاً من استخدامه في نزول. ما هو السبب؟ حاولت السلطة تقنين استخدام الإنترنت بحيث لا يتمكن النشطاء ولا يتمكن الناس في المنازل لا من تحميل الصور والفيديوهات إلى الإنترنت ولا من إعادة تحميلها أو مشاهدتها. النشطاء وبعض المنظمات كانت لديهم البدائل، لذلك وجدت السلطة نفسها غير مستفيدة من قطع الإنترنت أو تقليل استخدامه، وبالتالي في اليوم 16 من بعد في الساعة 10 أو 11 صباحاً عادت استخدام الإنترنت إلى معدلات الطبيعية. وبالمناسبة هذا رسم بياني من نيويورك تايمز. حاولت أيضاً السلطة التشويش لما لم تتمكن من قمع وقف، حاولت التشويش على صوت المدونين في الإنترنت، فاستخدمت ما نسميهم نحن الترولز. الترولز هم مصطلح أعتقد أنه في جريدة الصباح التونسية، هناك عمود يتكلم عن مصطلحات الثورة، هناك يتكلم عن الزلول وغيرها. الآن من ضمن المصطلحات في الثورة هم الترولز أو الجيش الإلكتروني أو اللجان الإلكترونية التي تستخدمها في مثلا في مصر الحزب الوطني الحاكم في سوريا وغيره. هناك جيش إلكتروني يحاول التشويش على الأماكن. أيضا في البحرين كان هناك جيش إلكتروني كان يهدد النشطاء، يحاول أن يشوه صور الكرار. وستجدون بعض الصور المضحكة وبعض العلامات المضحكة الفارغة تستعرضها أمامكم. ما يتبين لكم هنا أن بعض التهديدات كانت تصل إلى بعض النشطاء عبر الإنترنت، ومثل هذا التهديد الذي كان يصل إلى أحد النشطاء من قبل شخص في أوعية إلى الحاكمة قبل أن يتم اعتقاله في اليوم التالي. أريد أن أتكلم هنا عن الصديق الحبيب زكريا العشيري. رغبة البحرينيين في استخدام الإنترنت عميقة، وكانت لنا محاولة في العام 2003 بعنوان منتدى لكل قرية، وهي محاولة دمج قطاعات استخدام الإنترنت وتكوين المنتديات الإلكترونية لكل قرية. فكان زكريا العشيري ممن حرص ورغب في تكوين شبكة لمنتدى الدير، وممن يعني جربته على استخدام ليس الحاسب الآلي وإنما استخدام الإنترنت من أجل خدمة المجتمع وتكوين منتدى في القرية منذ العام 2003. زكريا العشيري اعتقل في 2 أبريل في عام 2011 بتهمة التحريض على الكراهية، ولكن هذا زكريا وبعد اعتقاله ظهرت هذه الصورة على موقع منتدى القرية، وهي صورة الملك البحريني والملك السعودي وهما يرقصان. ولكن هذه صورة زكريا العشيري الذي استلمناه جثة هامدة بعد 4 أيام من اعتقاله، وهذه صور تعذيب الظاهرة على جسمه، ولكن السلطة أعلنت أنه مات أو استشهد نتيجة فقر الدم المنجري، وهو مرض في الدم. ولكن ما هي لماذا هذا أثر تعذيب الظاهرة على جسده؟ فتحية للشهيد المدون زكريا العشيري. ماذا يواجه المدونون في البحرين؟ يواجه المدونون مجموعة أمور. أولاً حملات الترولز أو حملات الجيوش الإلكترونية، محاولات إسقاط الفيديو والصور من شبكة الإنترنت حينما ترفع فيديو على اليوتيوب على سبيل المثال لكي يشاهده بقية المستخدمين في العالم، تكون هناك محاولات كبيرة لعمل ديسلايك أو لعمل حذف لهذا الفيديو، وبالتالي تستجيب أحيانا اليوتيوب للمحاولات الكبيرة. نحن 570 ألف مواطن، فإذا واجهنا مليون مواطن أو مليونين مواطن من الخليج ممن يرغبون أن يبقوا ضمن دائرة العبودية أو دائرة طاعة ولي الأمر أو سميها ما شئت، قد تحدث هذه الفيديوهات. أيضا نواجه موضوع مضحك وهو تغيير حتى الكتابات المرفوعة في الكتاب. وبالمناسبة هذه الصورة تحققت منها أكثر من منظمة، من ضمنها منظمة أعمل معها في تورنتو في كندا، تحققت أن هذه الصورة جرى تغييرها من خلال الفوتوشوب. فمن بدأت تكون حركة رسمية ومظاهرنا شرعية، ظهرت هذه اللافتة التي تقول لا لعرب الخوان تحية إيران، ولكم أن تستنتجوا ما هو السبب وراء ذلك. السبب هو استثارة الرأي العام الخليجي، استثارة الرأي العام العربي أن هؤلاء لا يهدفون إلى تحقيق
دولة مدنية ولا إلى تحقيق الديمقراطية، وإنما يتخلون عن بلدهم إلى صالح بلدان أخرى. هم عجزوا عن أن يثبتوا ذلك من خلال هتافاتنا وخلال مسيراتنا. لذلك لجأوا حتى إلى تشويه الصور التي نحملها لكي يبين لكم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي. لما أغلقت جريدة الوسط شاهدنا أن الدكتور منصور الجملي وهو رئيس تحرير جريدة الوسط فتح حسابا له على الفيسبوك. خليل المرزوق وهو نائب رئيس البرلمان البحريني أيضا وبعد استقالته هو النواب فتح له حساب على الفيسبوك. أنا أقول لكم اليوم وأنا واثق تماما أن تويتر في البحرين أكثر تأثير من مجلس النواب الذي هو بلد السلطة. هناك نشاط عالم يقوم به البحرينيون من أجل دعم الحركات الاحتجاجية، وهذه هي أبرز الهاشتاجز أو الأوسمة التي يستخدمها المدونون. أنا أقول لكم أن المدونون كانوا شركاء أساسيين وحقيقيين في هذه الثورة، وكانت لهم هتافاتهم الخاصة بالفتنين. فعلى سبيل المثال كانوا يحملون الهتاف سيستم يوروب يعني أن خطأ في النظام. خطأ في النظام هذه عبارة تقنية، ولكنها أيضاً عبارة تعبر عن الواقع في البحرين، أن هناك خطأ كبير في النظام. لذلك قالوا أن خليفة شد ليك أي حث خليفة أو تعبير هو تعبير تقني، ولكن يستخدم أيضاً هذا في مسيرته. هناك من يقول أنه لا توجد فيديوهات ولا صور ولا ميديا تعبر عن ما يحدث في البحرين، وأنا أقول لكم أن هذا غير صحيح. لقد أنشئ موقع من قبل النشطاء يجمع فيه هذه الفيديوهات، وقبل 4 أشهر كان هناك أكثر من 13,000 فيديو موثق بمحرك بحث بالمكان والزمان ونوعية الفعالية. هناك الصحافة البديلة التي تعمل، أنا أقول لذلك هناك صحافة بديلة يمكنكم من خلالها أن يمكنكم تلجأ إليها للحصول على هذه المعلومات عن ثورتنا البحرينية. بعد كل هذا أقول لكم حقا أن مجتمع التدوين في البحرين قاوم التلاشي، ليس لأنه مجتمع تدوين بحريني، ولكن لأن الثورة البحرينية قاومت التلاشي بعد ظهور قوات درع الجزيرة وبعد هذا التعليم الإعلامي. كما بدأت حديثي أختم أقول إما أن نكون كنا أمام خيارين، إما أن نكون ضمن هذا الربيع العربي أو لا نكون أبدا، فاختر ما